بسم الله الرحمن الرحيم. في إطار الأيام الثقافية التي ذأبت كلية الشريعة على تنظيمها كل سنة، وفي كل سنة هذه السنة وبشراكة مع شركة أوزون نظمت كلية الشريعة خلال الأسبوع الذي ودعناه مجموعة من الأنشطة. كان أول نشاط بمناسبة عيد المرأة، وكان ذلك يوم الأربعاء، حيث قامت كلية الشريعة بتكريم تلة من النساء سواء من الأطر العاملة داخل الكلية أو خارج الكلية. كما تم هذا النشاط عن ندوة ثانية يوم الخميس، كان نشطها تلة من أساتذتنا الكرام على رأسهم السيد العميد، بالإضافة إلى مختصين من وكالة حوض سبو، بالإضافة إلى المندوب الجهوي لوزارة الطاقة والمعادن بجهة فاس مكنس. وقد حاولنا خلال هذه الندوة الإلمام بما تعانيه البيئة خصوصا في حوض سبو من إكراهات، وتم وضع مجموعة من الشروح بالإضافة إلى إعطائنا توجيهات في كيفية الحفاظ على البيئة. أما في اليوم الجمعة فقد أما يوم الجمعة فقد توجهنا صوب مكناس في تماشيا مع هذه الندوة، حيث